السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، توحشتكم بزاف بزاف بزاف. نتمنى تكونوا على خير. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون سبيشال ومغاير على الفيديوهات السابقه اللي شفتوني فيها النهار بديت. ان شاء الله هذا الفيديو غادي تكون تجربه جديده ليا، وعلاش لا ما تكونش تجربه مفيده بالنسبه ليا وبالنسبه لكم حتى نتوما ان شاء الله. اليوم انا ما كايناش في الدار، جيت لبن سليمان كما كتشوفوا قبيله، كنت شاده الطريق جايين باش نشوفوا واحد الفيلا ان شاء الله. وطبعا هاد الفيلا معروضه للبيع، ماليها باغين يبيعوها ان شاء الله في اقرب وقت، فغادي ندخلكم معايا ليها ونوريها لكم، نوريكم الديزاين ديالها كي دايره الفيلا من الداخل ومن برا، ومن بعد نشرح لكم التفاصيل. بالنسبه للفيلا كاينه في واحد المنطقه سميتها الطوالع، غير هي قبل من بن سليمان بواحد شويه. هانتوما شوفوا الطبيعه اللي كاينه قدامها، صراحه جات في واحد المنطقه زوينه بزاف، يعني ماشي قدامك الديور، منك للطبيعه. واحسن حاجه انك تاخذي في واحد الموقع اللي يكون بحال هكا مريح نفسيا، يعني قدامك غير الطبيعه، قدامك واحد الجو زوين، تخنقتي تخرجي على برا. فعلا الموقع ديالها موقع واعر، وفي نفس الوقت ما بعيدش على كازا، يعني بينها وبين كازا 35 كيلومتر. ما كملناش نص ساعه في الطريق لقينا راسنا وصلنا، يعني قريبه لكازا. هذه هي الفيلا من برا، شوفوا نبداو على بركة الله. أول حاجة عندنا هنا الدخلة، أون فوا كتدخلي كاين هاد لاسباس، كاين هنا مقابلة معاك الجردة، كاين هنا الكراج فين كتحطي لافواتور ديالك. كيف ما كتشوفو المساحة ديالو كبيرة. أون فوا كتخرجي من الكراج على يدك اليمنى كتلقاي الجردة، شوفوا الجردة المساحة ديالها شحال كبيرة، وعرفتي فيها واحد الريحة، يا سلام. يعني فعلا الفيلا جات فواحد الموقع زوين، والطبيعة عندك الداخل وعندك حتى برا، يعني في دارك في قلب دارك. وحدة الجردانيات هنا كاينة الدخلة ديال الفيلا. فبالنسبة للجردة عندك على يدك اليمنى وحتى على يدك اليسار، يعني اون فوا كتخرجي من الدار ديالك كتلقاي الجرده من جوج ديال الجوايه، وكاينه حتى من اللور. بالنسبه للفيلا عندها جوج ديال الدخلات، كاين الباب الرئيسي اللي هو هذا، وكاين هذا الباب الثاني اللي كيدخل على الصالون نيشان، يعني اون فوا كتدخلي ليه اول حاجه كتلقاي هي الصالون. بالنسبه للباب الثاني كيف ما قلت لكم، اون فوا كتدخلوا كتلقاو الصالون، كاين صالون هنا على يدك اليمين. وكتلقاي الصالون الثاني على يدك اليسار. فوا كتخرجي على الصالون كاين هاد البيت، بيت الجلوس. الفيلا فيها دوز ايطاج، ليطاج التحتاني فيه جوج بيوتا وجوج صالونات وجوج حمامات كوزينه. هذا هو البيت الثاني،
البيت النعاس. بالنسبة للبيت النعاس عندك فيه الحمام الداخل. الاسباس عندك المرح، تما فين كاين بيت الجلوس، هنا فين كاين بيت الناس، هنا فين كاينين هذوك جوج صالونات اللي وريتكم، هنا عاوتاني كاين الحمام حاشاكم، وهنايا اون فاس مع المرح كتلقاي الكوزينه. يعني كاين هاد الاسباس فين كاين البوطاجي، وعاد زيد هنا كيبقى عندك واحد الاسباس كبير. هادو هما الدروج ديال الطابق الثاني. نفوا كتطلعي مع الدروج كتلقاي على يدك اليسر السطح، وهنا كاين الكولوار، وعلى يدك اليمين كتلقاي بيت الجلوس. نفوا كتخرجي من البيت كتلقاي بيت اخر، هذا بيت النعاس. مهم ديو السماء على الروينه لحقاش الناس راه ما ساكنينش هنايا. كاين هنا الصالون، كتخرجي من الصالون كتلقاي هنا عاوتاني حاشاكم الحمام. فهذا هو الكولوار، هنا فين كاينين البيوت اللي ديجا وريتكم. هنا اون فوا كدور على يدك اليمين كتلقاي السطح بيت الخزين، هذا هو السطح. انتم شوفوا على برا ما قدامكم لا ديور لا والو، لو كالم كاين هنايا وقدامكم غير الطبيعه. هذه هي الخرجه ديال الباب الرئيسي، وهذه هي الجرده. عرفتوا واحد الطبيعه كاينه البنات، يا سلام واحد الريحه ديال الطبيعه. انا كنحمق على هذا الجو. هذا لا تيغاس، هذه لاله خديجه النواره ديال الدار. وحاجه اخرى اللي زوينه في هذه الفيلا انها فيها جوج ديال البيار، ها هو واحد وكاين بير اخر تمايا. انا بغيت نحمق على الفيلا زوينه. الفيلا من الداخل غادي تبان لكم ما يعني ما مرتباش، لان الناس ما ساكنينش فيها. دابا غير جينا حلوها ليا باش نصورها لكم. الا حيدنا مثلا الفراش وداك الشيء غادي تبان لكم الفيلا اوضح، وعاد غادي يبان لكم لاسباس اللي فيها. فيلا فيها 1017 متر، وبالنسبه للناس هما ليها باغيين يبيعوها ب 190 مليون. انا غنخلي لكم الرقم ديالهم هنا، الا كنتو بغيتو تجيو وتشوفوها غادي يكون من الافضل انكم تشوفوا الحاجه بعينيكم. غنخلي لكم الرقم ديالهم هنا باش تواصلوا معاهم. كنصحكم انكم ما تفلتوهاش لانها هوته وما كتعوضش. الثمن ديالها ثمن زوين، وزائد انها تستاهل لانها مبنيه مزيانه على الصح. تبارك الله مبنيه، ما نقولش لكم يعني بحال بحال دارك بانيه على ايدك، على ايدك يعني، غير الظروف اللي اضطروا انهم يبيعوها دابا بالزربه. بالنسبه للفراش وداك الشيء، المهم هذاك الشيء الفراش ثانوي يعني، هما حيت كيجيو ولا كانوا كيجيو يصيفوا فيها وداك الشيء. طبعا ديك الساعه من نتوما غديروا الفراش كل كيفرش على ذوقه اللي بغيتو، لان الفراش كيلعب دور كبير. فهمتوا الفراش كيلعب دور كبير في الدار. واخا مثلا كيكون لي سباس ديالها كبير وهادي، الا ما كانتش مفرشه مزيان ما كتبانش ليكم، ولكن الحاجه ما كتحقروهاش. حتى مثلا يعني كتقادوها وتصيبوها على حقها وطريقها وبذوقكم، هذيك الساعه كتقدروا تحكموا عليها. حنا دابا بغينا نوريكم غير الفيلا كي دايره، ديزاين ديالها وشحال لي سباس اللي فيها، هذا اهم حاجه. وكيف ما كتشوفوا هنايا ورا الفيلا عاوتاني كاينه الجرده. فيلا كلها جرده، فيلا كلها جرده. اون فوا كتخرجي كطلي هنايا من الشرجم كاينه الجرده، كطلي من الجهه الاخرى كاينه الجرده، يعني كلها كلها دايره بالجرده.
كيف ما كتشوفوا هذا الظهر ديال الفيلا تا هو فيه الجرده. الفيلا كلها بحال هكا يعني ما فيها حتى اسباس خاوي. وعاد زيد مثلا اللي بغى ديك الساعه يشري ويدير لا بيسين راه عنده لاسباس فين يدير. وهنا راه كاين واحد لاسباس كبير. All across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world.